وتعالوا بقى اوريكم صناعه تانية وحرفه تانية. طبعا الشغل على الخزف، واحنا عندنا في مصر اشطر الخزافين، وانا اصلا بقى كنت من المانيا ومصر القديمه، فكنت بعدي واشوف صناعه الخزف وكده. زي حضرتك كل سنه وانت طيب. انا اهلا بحضرتك يا استاذ. انا اتعرف باسمك. انا محمد سعودي، فنان تشكيلي وخزاف، متخرج من كليه الفنون التطبيقيه سنه 2003، ووالدي برضو متخرج من كليه الفنون التطبيقيه سنه 75 قسم الخزف برضو. جميل. انت والولد الاثنين في قسم الخزف؟ احنا الاثنين من قسم الخزف او شغالين مع بعض، وده شغلنا كله يعني. يعني انت غريب في نقطة تطبيقيه، بس انت عندك الهوايه والشغف. انا عندي الهوايه، انا عندي الهوايه من صغري، لان انا يعني طلعت لقيت والدي بيشتغل في الخزف، فانا كنت بشتغل معاه وانا صغير كده اهوت، فعجبتني الخامه، فقلت لا انا اتخصص فيها، ادرسها اكاديميا. والحمد لله يعني حتى لما اتخصصت فيها، يعني انا سافرت في معارض فنون تشكيليه اصلا بره مصر، وواخد جوايز كتير، يعني كان واخد جايزه. بتحاول تبدأ الفن التشكيلي، بنزل الفن التشكيلي في صناعه الخزف، وفي نفس الوقت في الحرف اليدويه. ما ده اللي عجبني بقى، لان لما شغل الخزف بتاعك لقيته شغل فني عالي، مش مجرد شغل للبيع التجاري. لكن هو شغل فيه حاجات حلوه، فانا عايزه ايه ان مع بعضينا كده تقول لنا احلى حاجات عندك ايه تشتغل. بتشتغل انت بقالك قد ايه في المهنه دي وانت صغير؟ من وانا صغير. انا متخرج من 2003، يعني اني يمكن 21 سنه شغال فيها. 21 سنه؟ بالظبط كده. عندكم ورشه ولا عندنا ورشه؟ عندنا ورشه بنشتغل فيها كلنا يعني. فين بقى الورشه؟ الورشه في مدينه العبور. تمام. طب ورينا بقى، يلا تعالى نتفرج. عندكم ايه هنا تتفرجنا؟ يعني انا دلوقتي احنا انا بنعمل شغل مثلا اللي هو شغل الفن التشكيلي شويه، اللي هو الشغل الرسم مثلا او الرسم الرسم على الخزف. الرسم على الخزف بالتاثيرات بقى، يعني مثلا هنا في زي تاثيرات الكلي او تاثيرات التشقيق، زي مثلا جذع شجره مقطوع. فانا جايبه وعامله هنا اهوت، بنرسم العين اللي هي العين اللي موجوده عندنا في التراث الشعبي. ما هياش ليها موروث اللي هي الموروثات الشعبيه بتاعت الحسد، لا انا برسمها كنوع من انواع الديكور وكنوع من انواع الديزاين. وكمان شايف عين حورس دي؟ عين حورس. انا هاخدها دي. ماشي يا فندم تحت امرك. انا هاخدها خلاص. اشتريت. ماشي يا فندم تحت امرك. عندنا طبعا الموروثات الشعبيه زي مثلا كف سبحان الله ما شاء الله وبسم الله الرحمن الرحيم، وفي حاجات بس معموله بشكل حلو الحقيقه. لو عايز تهادي حد تحطها في بيتك بيس اوف ارت يعني، او حاجه فنيه جميله، ده شغل جميل جدا. بكام واحد بيشتغل معاك تاني؟ والله انا والدي معانا واحد كمان بس. عاملين كل الشغل ده؟ عاملين كل الشغل ده كله. ده مرهق. ما هو مرهق، بس هي متعه. هي متعه نفسها ان انت تشتغل مثلا الشغل بايدك، وان انت تطلع حته فنيه بايدك للجمهور او للمتلقي يعني. واحنا شغل الخزف احنا عندنا يعني، تروح متحف الفن الاسلامي مثلا هتلاقي احلى شغل على الخزف وكده. اكيد طبعا. مصر اصلا يعني هي فيها الخزف من ايام الفراعنه يعني. طبعا. يعني احنا عملنا حاجات كتير جدا من ايام الفراعنه، يعني مثلا اللون الازرق الفيروزي دوت مثلا. ايوه بيقول لك الفراعنه هم اللي اخترعوه. ايوه هم اللي ابدعوا فيه كمان. بالظبط. اللون الازرق بالذات ده الفراعنه هو اللي عمله. بالظبط. يعني احنا عاملين هو اقرب للرويال بلو شويه. بالظبط كده. صح كده. أيوة. هم حتى بيقولوا هو رويال جاي من نقطه. أيوة. الرويال ايام الفراعنه. فهي يعني مثلا احنا عاملينه مثلا على الاباجوره. واخدين اللون وعاملينه على الاباجورات. واخدين اللون وعاملينه على ده، مش اي حد يعرف يطلع درجته. بالظبط كده. بالظبط. اي حد يعرف. احنا عندنا فرن مخصوص علشان خاطر نعمل اللون الازرق دوت بالظبط يعني. فرن مخصوص طلعوا اللون الازرق ده. اللون الازرق ده مش لون ازرق عادي يا جماعه، ده بياخد شغل. عشان يتجهز عشان يتحضر اصلا بياخد وقت ومجهود كبير عشان احضره. انت خبر حضرتك، وعشان اوصل نفس الدرجه اللي هي اللي فيها اللي موجوده في المتحف يعني.